يعني هو السيد عبد الفتاح السيسي وضع المعيار. انا اضيف لحضرتك حاجه وضع تانية. المعيار أعتقد المعيار كده. ده يطبق القانون. هنا ويطبق هنا. الميزان بنوزن فيه فكهه وبنوزن فيه طوب. نعم. لكنه ميزان، فبالتالي هو وضع معيار، وعلى من يطبق هذا المعيار اللي هي مؤسسه الدوله اللي انتوا قلتوا لازم يكون في رئيس قوي، مؤسسات دوله قويه، وبعدين من يريد ان يقدم مبادرات يقدم. بالتاكيد. في امر ثاني اضيفه لحضرتك عشان نفرغ من هذه النقطه لو تسمح لي، هي مش مساله رموز، هي مساله ان نظام مبارك كان في تركيبه في اخر 10 سنوات، التركيبه دي من وجوه ومن سياسات ومن عمل حتى على الارض كانت بتستفز مشاعر المصريين بجرائمها في حق المصريين، جرائم بقى ماليه، جرائم استهتار بارواح الناس وما الى ذلك، والمساله الامنيه وكل الكلام ده. فحضرتك بتتكلم في الاساس على سياسات، ما هو ممكن في مرحله ما بعد انتخابات الرئاسه تفاجئ بان الناس بتكرر نفس السياسات وهي لا تنتمي لا للنظام السابق ولا للاسبق، يبقى حضرتك بتتكلم دايما عشان ترسخ قيم دوله القانون، بتتكلم عن مجموعه من السياسات الخاطئه اللي انت مش عايز تكررها مره ثانيه، ومن ثم بتحط لها المعايير اللي تمنع تكرارها وتمنع حدوثها مره ثانيه، وبتفتح الباب امام لا تثريب عليكم اليوم. في فكره ان كل اللي عايز مخرج وكل اللي عايز باب يخرج منه ويامن فيه ويلتزم بعدها فاهلا به وسهلا. نعم.